لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب الكبر، وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس ابن مالك قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وذكر حديثا مما رواه مسلم عن الإسلام المفرد به اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف مستضعف يعني. لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر غليظ ومختال ومتكبر. قال ابن حجر باب الكبر. قال الراغب الكبر والتكبر والاستكبار متقارب. فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. الكبر الشعور بكبر نفسه، فكبر نفسه في مال في سلطة في عقل في صفات في قوة، أعظم من ذلك أن يتكبر على ربه لأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين، أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر لأنه الكبير، لأن أفعاله هي إيه؟ قطعا وأخيرا، وصفاته وأسمائه كلها إيه؟ أكبر من غيره، ومحاسنه زائدة على محاسن غيره. والثاني أن يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس نحو قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والمستكبر مثل المتكبر. طب لو كان هو يعلم ذلك زي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في محاسنه ومنزلته سيد الناس يوم القيامة، هو قال ولا فخر، لأنه لا يرى أن ذلك منه وإنما هذا إيه؟ من الله. قال الغزالي والكبر على قسمين، فإن ظهر على الخوارج يقال تكبر، فإن ظهر على الجوارح استغفر الله فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإلا قيل في نفسه كبر. والأصل هو الذي في النفس، وهو الاسترواح إلى رؤية النفس، يشعر براحة وهو عمال يعدد في نفسه إن أنا أحسن أفضل وفلان ده يطلع إيه وأنا أحسن منه، يقعد يفكر فيه كثير وهو ويستريح لكده. الكبر يستدئ متكبرا عليه، يرى نفسه فوقه ومتكبرا به، تكبرا به بقى القوة السلطة المال الجمال، وبه ينفصل الكبر عن العجب. ممكن يبقى معجب بنفسه هو لوحده واحد كده، لكن المتكبر به والمتكبر عليه لوازم الكبر. يقول فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبا لا متكبرا. قال ابن حجر المقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد. مش لازم يعني انها هتمسك ايده ايه تقول لك انت بتأوله ليه، انا هتقولها على ظاهرها تأخذ بيده. نقول تأخذ بيده هل يلزم من ذلك عشان بيقولوا جواز مصافحة المرأة الأجنبية انها تمس يده مباشرة من غير ثوب؟ ها لا مش الظاهر، هذا لا يلزم، بل الأغلب العام ان هناك اما قميص واما ايه واما يعني إذا رداء مثلا، وبعدين وممكن تكون صغيرة في السن. الأمة من إماء أهل المدينة. وعندنا الأدلة بقى القاطعة إني لا أصافح النساء،
يقول: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل. إذا كانت الأمة يبقى العبد كان بإيه؟ بالأولى، ويبقى الحر إيه؟ بالأولى، أو المرأة الحرة الأول وبعدين العبد، وبعدين الرجل الحر. لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة. التمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته صلى الله عليه وسلم من جميع أنواع الكبر. وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث، من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: إن الرجل يحب أن يكون حسن، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أو حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط هو الازدراء والاحتقار، نعوذ بالله. وحكى ابن بطال عن الطبري أن المراد بالكبر في هذه الأحاديث الكفر، بدليل قوله في الأحاديث على الله، اللي هو عند أحمد وابن حبان وابن ماجة: ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى جعله في أسفل السافلين، ضعفه الشيخ الألباني. عندنا الأحاديث عموما عامة، لكن اللي بيتكبر على الله كافر، واللي بيتكبر على الخلق مرتكب كبيرة. وكلمة بطر الحق رد الحق يشمل التوحيد والإيمان، وده يبقى رده كفر، ويشمل حقوق ما دون ذلك، ويشمل حقوق العباد. غمط الناس احتقار الناس، هذا إذن يشمل أنواع الكبر الذي هو الكبر الأصغر يعني، والذي هو كبيرة. ثم قال: ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله تعالى، ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه، لأن معتقد الكبر على ربه يكون بخلق الله أشد استحقارا. وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. إذن البغي أساسه إيه؟ من الكبر أيضا في الغالب، لا يفخر أحد على أحد، لا يعلو أحد على أحد، لا يبغي أحد على أحد. البغي تعدي الحدود لأخذ ما ليس لك، لتضمه إلى ما تراه حقا لك لأنك نظرت إلى نفسك كبيرا. والأمر بالتواضع نهي عن الكبر، فإنه ضده، وهو أعم من الكفر وغيره، واختلف في تأويل ذلك في حق المسلم. فقيل: لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب ممكن يكون هو مش كافر بس بيتكبر على الناس، يبقى لن يدخل مع أول الداخلين. وقال: لا يدخلها بدون مجازاة. وقيل: جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ ظاهره غير مراد. وقيل معناه: لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه كبر. وده الصحيح، والحكاه الخطبي واستضعفه النووي فأجاد. أنه فعلا إذا نقي منه في عرصات القيامة أو في جهنم والعياذ بالله لن يدخل الجنة وهو إيه؟ وهو متكبر. يقول: لأن الحديث سيق لذم الكبر وصاحبه لا لإخباري عن صفة دخول أهل الجنة الجنة. إنسان إذا علم ذلك في الحقيقة فإنه يجتهد في التخلص من ذلك قبل أن يعذب حتى يزول منه الكبر. هو كل اللي فات على فكرة مفيش تعرض بينه، لأن الذي دخلها لم يدخلها مع أول الداخلين، يا إما محبوس في عرصات القيامة وأهوالها
حتى يزول منه الكبر، أو محبوس في جهنم حتى ينجو يتخلص من الكبر أو يشفع فيها أو نحو ذلك. ولا شك أنه بذلك يكون قد كسر كبره. طيب مش هو ده الذي ليس لم يدخلها بدون مجازاة؟ يا إما هيجازى في العرصات والأهوال، يا إما هيجازى في الإيه؟ في النار. جزاؤه أن لا يدخلها، ولكن قد يعفى عنه، لأن هذا في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. يقول ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد، يقصد اللي هو عدم دخولها أبدا اللي هو الخلود في النار، هذا غير مراد. لماذا؟ للأدلة الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. قال الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل، لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة، إن كان استعمال الزينة لإظهار نعم الله فهو جائز ومستحب، وإن كان للبطر بطر الحق المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال ابن بطال: الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام، فما كان فيه ذكر تعظيم الله ووحدانيته، ذكر وحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى، كنحو ما أورده البخاري في هذا الباب، فهو حسن مرغب فيه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، وما كان منه كذبا وفحشا فهو الذي ذمه الله ورسوله. قال الشافعي: الشعر كلام، حسنه حسن، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح، وسماع الحداء ونشيد الأعراب، نشيد الأعراب لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه وأقره ولم ينكره. وهذا الباب رد على من نهى عن قليل الشعر وكثيره. قال القسطلاني: باب ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو الكلام المقفى الموزون قصدا، قصد إلى وزنه، التقييد بالقصد مخرج ما وقع موزونا اتفاقا فلا يسمى شعرا. وبين ما يجوز من الرجز نوع من الشعر عند الأكثر، فهو من باب عطف الخاص على العام. واحتج القائل بأنه ليس بشعر لأنه يقال فيه راجز ولا يقال شاعر، سمي رجز لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به. يقال رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرابه، واضطراب لضعف فيه. الحداء سوق الإبل بضرب مخصوص والغناء، ضرب زي على آلة أو دفة ونحو ذلك، ويكون بالرجز غالبا. يقول: أول من حدى الإبل عبد لمضر ابن نزار ابن سعد بن عدنان ابن معد بن عدنان، كان في إبل لمضر فقصر فضربه مضر على يده فأوجعه فقال يا يداه يا يداه، وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل لما سمعته في السير، فكان ذلك مبدأ الحداء. يقول: رواه ابن سعد بسند صحيح عن طاووس. طبعا بس طاووس جاء بينه وبينها قد ايه، ده مثلا 500 سنة ولا 1000 سنة ولا حاجة.
أورد البزار موصول عن ابن عباس، أورده عن ابن عباس دخل حديثه بعضهم في بعض. يلحق به غناء الحجيج المشوق للحج بذكر الكعبة البيت الحرام وغيرها من المشاعر العظام، وما يحرض أهل الجهاد على القتال، ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. بيان ما يكره منه من الشعر الجائز ما لم يكثر منه في المسرد، وخلى عن الهجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض، فالتغزل بمعين لا يسوغ. إنه يقعد يجيب فلانة ويذكر اسمها. قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق، وقيل أصل الحكمة المنع. فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. قال ابن تين مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك، لأن من طبع يضيع، وهذا لا شك فيه، بل الأكثر. ربنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. القاعدة إيه؟ الغواية والاستثناء قلة. قال الطبري في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا، ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار وهو كذلك، وعلى تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه. وفي حديث صحيح اللي هو أن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرها، كأنه أطلق، لكن هو محمول على إيه؟ على الشعر غير الطيب. قال أيضا ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء، وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه، ومانعه محدود بالأحاديث الصحيحة. اللي يمنع الحداء محدود بالأحاديث الصحيحة التي تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الحداء. عامر بن الأكوع الذي كان يحذو أنجوشة والتحق بالحداء هنا الحجيج كما ذكر، الذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلع عن وجه وعن الإغراق في المدح والكذب. نفس الكلام هو منقول عنه أيضا. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك، اللي هو خالي من، أولا لم يكثر في المسجد، خلع عن هجو، خلع عن إغراق في المدح ولو، خلع عن الكذب، وكذا عن التغزل بمعين. واستدل بأحاديث الباب وغيرها، واستدل بأحاديث الباب وغيرها، وقال ما أنشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو استنشده ولم ينكره. باب اسم الحزن. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. قال ابن التين معنى قول ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة يريد امتناع التسهيل فيما يريدونه. قال الداودي يريد الصعوبة في أخلاقهم، إلا أن سعيدا أفضى به ذلك إلى غضب في الله، يعني كان يغضب في الله عز وجل. قال غيره يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم، فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم، خلق صعب. ويقولوا أصل الحزن والحزن من الأرض ما هو ضد السهل، استعمل في الخلق يقال في فلان في حزونة أو في خلفه في خلقه حزونة، أي في خلقه غلظة أو غلظ وقسوة.
الحزن الهم. باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال ما انا بمغير اسما سمنيه ابي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. قال ابن بطال قد قدمنا قبل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن على وجه التفاؤل والتيمن لانه كان يعجبه الفأل الحسن. وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة اسامي، غير بره بزينب وحول اسم عبد الله بن عمرو بن العاص الى عبد الله كراهة لاسم العصيان الذي هو مناف لصفة المؤمن، مناف لصفة المؤمن، وإنما شعار المؤمن الطاعة وسمته العبودية. قال الطبري فلا ينبغي لأحد أن يتسمى باسم قبيح المعنى، ولا بأس بمعنى التزكية والمدح، ولا باسم معناه التزكية والمدح، ولا باسم معناه الذم والسب، بل الذي ينبغي أن يسمى به ما كان حقا وصدقا، كما أمر الذي سمى ابنه القاسم أن يسميه عبد الرحمن. كان الصدق الذي لا شك فيه أن عبد الرحمن أنه عبد الرحمن فسماه بحقيقة معناه. وإن كانت الأسماء العواري لم تضع المسميات لصفاتها بل للدلالة على أشخاصها، خشية أن يسمع سامع باسم العاصي فيظن أن ذلك له صفة وأنه إنما سمي بذلك لمعصية ربه، فحول ذلك صلى الله عليه وسلم إلى ما إذا دعي به كان صدقا. مسألة الاسم الذي فيه تزكية هي الأسماء التي وردت فقط زي برة وزي ناجح ويسار ونحو ذلك، إنما هن أربعة. وإلا فاسم محمد فيه تزكية والرسول قد أمر بالتسمية بذلك، وكذا أحمد. نعم. أما تحويله برة إلى زينب فلأن ذلك كان تزكية ومدحا، فحوله إلى ما لا تزكية فيه ولا ذم. وعلى هذا النحو سائر الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى الأسماء أن يتسمى بها أقربها إلى الصدق وأحراها أن لا يشكل على سميعها، لأن الأسماء إنما هي للدلالة والتعريف. وبهذا وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن أبي وهب الخشني وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، لأنه إما أن يريد حرث الدنيا وإما أن يريد حرث الآخرة. همام من هم بحسنة ومن هم به سيف، فهو صادق على أي الأحوال. وأقبحها حرب ومرة. وروى عطاء عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا أبناءكم حكما ولا أبا الحكم فإن الله هو الحكيم العليم. صحيح. من قلنا إنما هن أربع اللي ورد فيها بس. قال الطبري وليس تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير من الأسماء على وجه المنع المتسمي بها، بل ذلك على وجه الاختيار، لأن الأسماء لم يسمى بها لورود معانيها في المسمى بها، وإنما هي للتمييز. ولذلك أباح المسلمون أن يتسمى الرجل القبيح بحسن، وعدوش شكله وحش يسموه اسمه إيه؟ يسموه حسن. مش كل اسمه حسن حلوين. في حد اسمه حسن هنا؟ والرجل الفاسد بصالح، اسمه صالح وهو رجل إيه؟ يدل على ذلك قول جد بن المسيب للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أنت سهل، ما كنت أغير اسما سمانيه أبي،
فلم يلزمه الانتقال عنه على كل حال، ولا جعله بثباته عليه آثما بربه، ولو كان آثما بذلك لجبره على النقلة عنه، إذ غير جائز في صفته عليه الصلاة والسلام أن يرى منكرا. الله أكبر. وله إلى تغييره سبيل. يعني عايز يقول إن الأمر ده، القرينة دي دليل على أن هذا من باب الإيه؟ الاستحباب. إن الله والحكم، ده حديث صحيح، إنه قال، هو ضعف الرواية دي، لكن أشهد الله إنه هو أنت أبو شريح، ده حديث ثابت في صحيح مسلم. نعم، القاسم في حياته صلى الله عليه وسلم لا يسمى به عشان ما يتكناش حد به. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.